القرار ده أخدته من إمتى؟ من 2011. ليه بالتاريخ ده؟ يعني ساعتها أدركت إن الخلفة مسؤولية كبيرة جدا. أنا شايف نفسي أنا شخصيا ما أقدرش عليها، لأن أنا شيء يعني أنا يمكن أنا بصعب على نفسي الأمور، بس شايف إن الأطفال محتاجين اهتمام كبير جدا عشان يطلعوا كويسين. شفت في نفسي إن أنا ما نقدرش عليها، فقررت إن أنا ما أخلفش. ليه حسيت إنك مش قادر على الموضوع ده؟ كنت مرتبط، كنت لا لا بوضع؟ لا، وقتها ما كنتش مرتبط، بس هي الفكرة إني شفت نماذج قدام مني، شفت اخواتي، شفت ولاد اخواتي، شفت اخواتي انا شخصيا ووالدي. الموضوع بيبقى صعب، مسؤوليه ان انت ازاي تطلعي انسان كويس. الموضوع مش سهل، عايز اهتمام شديد، اهتمام بالنفسيه، عطاء بس انت بلا حدود. ريحت بالك وتجوزت. فانا اتجوزت حد؟ اتجوزت، عندها اولاد؟ عندها اولاد، بس انا يعني بس مقررين ان احنا مع بعض ان احنا ما نخلفش تاني. اوكي، والاولاد موجودين معاك؟ لا لا لا، هي مع اولادها عايشين بره مصر. هي؟ هي عايشه معايا، بس اولادها بره مصر. هي اصلا كانت عايشه في فلسطين. اوكي، بس واخدتوا القرار مع بعض ان انتوا مش عاوزين تخلفوا مع احنا بعض؟ اصلا كان يعني هي طلبها انها تتجوز حد مش عايز يخلف، وانا كان طلبي ان انا اتجوز واحده مش عايزه تخلف تاني. على الاقل تاني يعني، كان لو حد، لو كنت لقيت واحده يعني حسب الظروف، اصل ده نصيب. فاحنا الصدفه ان هي ايه اتلاقينا مع بعض، طب لان هي جالها فرص كتير، زواج كتير كتير جدا قبل مني، وكلها رفضتهم بسبب ان هي مش هتخلف تاني، لان هي خلاص هي استكفت. كم ولد هي عندها؟ عندها ثلاثة، ثلاثة. ثلاثة اصغرهم عنده 22 سنة النهارده. كبار اصلا يعني كمان كبار، فهي برضه. تخطط بقى مرحلة الانجاب بقى. الناس اللي حواليك، مجتمعك، من اهلك، اصدقائك، اصحاب، يعني ما ناس، اقدرش يعني رأيهم ايه؟ انا اصلا عشان اهلي تقريبا يكاد يكون ما لهمش اي سلطة فكرية عليا ولا اي توجيه، فانا ما بهتمش بارائهم حقيقي. يعني في العموم انا ما بهتمش باراء اللي حواليا، انا مستقل فكريا تماما. يعني انا بتبنى افكار اللي عندك نوع من تخصني، التمرد يعني على أهلك؟ مش تمرد، هو استقلال. يعني انا ما ب... يعني ما بمشيش مع الفكره السائده. يعني عاده انا ما بمشيش مع الفكره السائده، وبمشي مع اللي يناسبني بغض النظر المجتمع بيقول ايه. المجتمع بيقول كذا، بس كذا ده انا شايفه مش مناسبني، بس فانا بختار مصطفى اللي يناسبني. صراحة ما سمعتش كلام واتهامات؟ اتهامات زي ايه؟ يعني يمكن أنت ما بتخلفش، لا، مش الحسبة يمكن بتاعتي أنت خالص. مش قادر على العملية بحد ذاتها. لا، برضو ما شفتش النظرة دي من حد، وحتى لو شفت النظرة دي مش ههتم بيها. اصل انا مش ههتم بآراء الناس، يعني انا برضو مهتم باللي يرضيني ويريحني. ما هو هي دي هنا فكرة الاستقلال. الفكرة، بصي، فكرة اللي انجابيين دول معظمهم كده ناس عندهم استقلال فكري، ما بيمشوش مع السائد والنمطي والتقليدي، بيمشوا مع وبيختاروا اللي يناسبهم، يعني بيختاروا اللي يريحهم. تمام؟ ما بيختاروش اللي بيريح الناس، ما بيختاروش اللي بيريح المجتمع، هما طب بيختاروا اللي هلا لو اولاد عايشين معاك كان في مشكله؟ لا، ده هما كلهم صحابي اصلا. لا، عايشين معاك يعني مسؤوليه، كانه انت مسؤول عن تربيتهم. اكيد كنت هتحمل المسؤوليه. بصي، طب انا لو ما اجبرت فس على اشرح المسؤوليه، لي بقى الفرق فين؟ لو اجبرت على المسؤوليه هتحملها. تمام؟ يعني انا مثلا هقول لك، انا ادركت ان انا كنت صح من حوالي 5 سنين. انا بربي كلاب. تمام؟ يعني هم ايه، الصدفه جولي كلاب وربيتهم. في ال5 سنين دول مع التعامل مع الكلاب مسؤوليه. تمام؟ عيوا عايزين ياكلوا، عايزين يلعبوا. فكره عايزين يلعبوا دي مهمه جدا، يعني الكلب عايز يلعب 24 ساعه. انا في وقت لا عايز العب ولا عايز ادي اي عطاء من اي نوع. تمام؟ انا عايز ابقى قاعد حر، انا بحب الحريه طول عمري. فدلوقتي انا مسؤول قدام الكلب ده كلب. تمام؟ اخره ايه؟ اخره شويه لعب. ما بالك طفل بتشكلي له وجدانه وفكره وبتخلقي له شخصيه من العدم، لان انت المفروض ان هو بيتشرب مني كل حاجه بقى وبيتعلم مني. المساله مش اكل وشرب على فكره، المساله مش لا لا، هي مش اكل، هي مسؤوليه بكل معنى في الكلمه، عطاء من اهتمام، كل نوع بقى. في روح، في كيان انت تمام؟ مسؤول عنه. انا دلوقتي الصعوبه مع الكلاب فكره اللي هم بقى عايزين ايه، عايزين حب 24 ساعه. طب ما بالك ما طفل، ما برضه الطفل عايز الحب 24 ساعه. يعني انت انا حد، ذات نفسي شايف نفسي ان انا مش قد المسؤوليه دي يعني انت حدا مش عابلك تحمل المسؤوليه. بقدر الامكان. بقدر، لا من يعني الاخر مش كده. بتخلى، بس لا اتخلى عن مسؤولياتي. يعني يعني بس لو اتيحت لك الفرصه عدم تحملها انا مش عاوز طبعا اتحمل. يعني ما اروح لهاش، ما اروحش لاي مسؤوليه. يعني اختار ان انا اتجنبها، لكن لو اجبرت عليها هتحملها طبعا.
فانا شايف ان موضوع الانجاب دوت مسؤوليه مش بسيطه. اقدر اقول لك ان اغلب الناس مش مدركه يعني صعوبه المسؤوليه دي، صعوبه غير عاديه. طب بقول لك حاجه، ازاي تطلعي طفل كويس؟ لو 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 ابناء مراتك عايشين معاك مش هتكون على قد المسؤوليه برضو. ما عشان الصدفه ان هم كبار. اه انت لا، الصدفه انك اخترتهم كده ومتحملين مسؤوليه نفسهم. الصدفه انك اخترتهم يعني، لا وهم اصلا يعني عندهم القدره على تحمل مسؤوليه قبيلة يعني أسرة. طيب رأي الدين، خناخد سريعا برضو رأي الشيخ أسامة إبراهيم من علماء الأزهر الشريف. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك المشاهدين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. مش عارفة لو كنت استمعت بعض الشيء لحديثنا مع ضيوفنا الكرام والأسباب اللي خلتهم يكونوا لا إنجابيين أو يرفضوا فكرة الإنجاب بحد ذاته. من رأي الدين أو من ناحية الدين، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع الليلة باختصار لو سمحت؟ حاضر يا فندم. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وبالاخوه المشاركين مع حضرتك. والحقيقه انا عايز ابتدي كلامي مع حضرتك بان نتكلم عن مقاصد الشريعه الاسلاميه التي جاء من اجلها الشرع. احد هذه المقاصد الخمسه هو المحافظه على النفس، والزواج ومساله الانجاب وبكل مشتملاتها هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إلى آخر الآية الكريمة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كون أن هناك اختلال وأن هناك إعوجاج في المفاهيم، مع احترامي الكامل طبعا لكل آراء الناس وللسادة المشاركين، لا يعني بحال أن تلغي غريزة إنسانية يعني رئيسية ومركوزة في النفس الإنسانية. حتى لو كانت انطلاقا من حرية شخصية. الدين لا يأتي ليقر الواقع الذي يعني نصنعه بأيدينا. الدين يأتي ليصحح الواقع والمفاهيم المعوجة. انت عارف حضرتك يا أستاذة رغدة والسادة المشاهدين ان الـ الاساس في هذه الظاهرة او الناس اللي بتطالب بهذا الامر، انا يعني احسب الكثير منهم من خلال معايشتي في ميدان الدعوة ان كثير من الناس كانوا يعانون معاناة شديدة في طفولتهم. هناك اضطراب بشكل او باخر في حياتهم وفي شخصياتهم أدى إلى هذا الأمر وإلى هذه النظرة. نعم. أعتقد أن احنا قبل ما نناقش المسألة دي لابد أن نناقش في البداية مسألة تصحيح المفاهيم وتصحيح مؤسسة الزواج والتعريف بها تعريفا صحيحا ودقيقا. الانتقال بمؤسسة الزواج وفكرة الزواج والإنجاب من عقد الملكية الذي كان موجود قبل كده في عصور منسوخة مضت إلى عصر المشاركة والمفاعلة ما بين الزوجين، وإن هي مسؤولية مشتركة. ده مهم جدا. أعتقد إن احنا ما خرجناش من هذه الشرنقة من عصور بعيدة جدا. دي من ناحية. في مقابلها بعد الانفتاح وبعد سهولة الحصول على المعلومة و ثقافة العولمة وما إلى ذلك، في اكستريم شديد جدا ناس بتنادي بعدم الإنجاب وتقنين أوضاع غريبة وجديدة على مجتمعاتنا، منافية تماما لمقاصد الشرع ومنافية للحاجات الإنسانية الضرورية. فأعتقد إن إحنا لازم الأول نعمل عملية تجديد لمفهوم مؤسسة الزواج. العصور القديمة بتقول إن مؤسسة الزواج وهي قائمة على فكرة المغالبة، على فكرة تملك يعني المرأة. فضيلة الشيخ، هل يعني عدم الإنجاب يوضع في خانة اللا أخلاقي؟ لا 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 لا، لا تصل إلى هذه المرحلة. إحنا زي ما بقول لحضرتك، إحنا نناقش العرض ولا نناقش المرض. المرض اللي هو في اعوجاج في الشخصية اللي بتنادي بهذه الظواهر، يعني نابع عن صدمة او نابع عن اسباب ده نفسية. أكيد وانا متأكد من الكلام ده وبصدقه. لو كل حد من الناس دي صدق مع نفسه وراجع احواله او تم بحث هذه الحالات
بدراسة علمية دقيقة ستجد هذه في قسوة من الأب في بعض المشاكل الأسرية، في صدمة ما، في كذا في كذا، بينتج عنها هذا التصرف وهذه النظرية. فلازم إحنا الأول نعالج دي. يعني حضرتك الدراسات العلمية الموثقة بتقول إن الدبريشن هيبقى هو المرض الأول في العالم سنة 2030، وإن أكثر الرواد على العيادات النفسية والأطباء النفسيين هيكونوا من المضطربين نفسيا نتيجة الاختلال اللي حاصل للمفاهيم الأسرية على كافة المستويات. فضيلة الشيخ، أنا بدي أتشكر هذه المداخلة السريعة.